الكريم الجنة نعيم وسعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ذكر أسماء أجدادهم الكرام صلى الله عليه وسلم فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيدة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي ببلاد قطعة القصية إلى ناداه الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة ابن كعب بن غالب بن الوالي بن فيل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنانية كما جنح إليه الكثير والتقى ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أدى البطن إلى جحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والأربى ابن مطر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بناء السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب من ذهب العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتهى فأعزم به من قد تعالى قد كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وواسطته المنتقى عتر اللهم قبره الكريم يا رب فذين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تعصب العلا بعلاه قلدت نجوم الجوزاء حبذا يقضي السدد وفخار انت فيه اليتيمه الاسماء واكرم به من نسب تخره الله تعالى من صفات الجاهليه وارد الزين العراقي والده في مورد الهدي ورواه حفظت له كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لإسمه ترك سباه ولم يسب معه من آدم وإلى أبيه وأمه صلاة سرانون النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله عتر اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم شعران على شر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني آدم من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من عمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 29 قمرية وأعنى لسماري أيام جليا وصدا حضرت أمه ليلة مولده عاصية ومريم في نسبة من العزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلالو سنا صلى الله عليه وسلم